هو خبرت مقناص ايش؟ ذباب. قناصهم يا رجال. ايوه والعلوم الغامضه حتى الذبان ترى في قوه انا بسرعه فهمت؟ ايه ما قدرت تصيح على عيانك. يلا ها يلا خذها خذها انا ولد رحمه يلا لا خذها وانا ادري ادري انه مايك ادري ادري انه مايك اللي يمكن الحمد لله. المهم اذا تبغاني اسوي فيهم نقل كفاله ذول انا سويت ذنبي حياتي الذبان اذا تنقل كفاله تبغى اي خليك ثابت ايش اللي خلق صعب؟ لا يوفقك الحين الدبان عنك ما ابغى الله لا يوفق عدوك. بسم الله عليك بسم الله الحين ما عاد بيجونك حصنتك برب العالمين ومن الدبان ابقى الجهاز الجهاز انهيرة على قوس الشواء. يا ولد اختفى الدبان هاشه اعطوني جيتسون لا لا طالبه نطالب من هذا المنبر الإدارة والإعداد بحشاشة الدبان ذي اللي يضرب الدب هذا هذاك هذا طالب تكسر ترى قزازة سد بوزك انت بعد تفوق القاف شوف كيف قاعد يتلوى شوفه شوف كيف استدح على ظهره يا حشرة يا ضعيف خذها وانا ولد رحمة هلقب يا والله يا ربينا سبقناك جاء اخوه مسوي بيها عزوه شش فيصل ليه تذبح اخوي؟ ليه تقهر اخوي؟ والله لا اضايقك وادخل بخشمك اصل وينه؟ هذا هو ترى زابن هنا زابن ايوه عز الله يعزك خلاص طالبك طلبه خلاص انا ابي اجيب القوم القوم يا حشره شوفه ايوه ما عاد قمت اغدكم وانت طيب ها؟ اذا اني مكانه لكن الله كرمني اني بشري خير حرام يا ميزتك انسان خلقك الله تعبده وتصلي وتصوم له أصص احمد ربك حبتك ذباب القوم معاذ والله اني قناص مخليني اتغدى ولا لا؟ انت مخليني اتغدى ولا لا؟ لا هذه لا ما صعبه دائما خطا ايه صح خطا يا معاذ خطا يا معاذ ما تسوي كذا خلاص يا معاذ خلا خلا موسى على راسك اسس عقب خسا لا اسطرك في خشمك المهم والله انا تفتست في لحظه يعني بنتفك انا يعني والله لو عليها نقاط اني اقتل الدبان والله لا اقشقشهم لكم كلهم والله انا لو قالوا لي على النقاط جيت سويت معاذ وسكت بالحذوين فجاه ليه؟ لا لانه مليان اسود مليان لا لا صح؟ مليان ذبان وجهه لا لا يا اخي اقسم بالله اقسم بالله انه صدق ايه اصلا احد يستمتع وهو يذبحهم زي ولا صدق صدق؟ تبغى الصدق؟ ايه انا زيك بس اني ما بذبح تزي لان في استمتع في اطفال صغار يا اخي يروحون يذبحون ذبان استمتع خلوه قاتل لا يا اخي خلها تعيش بحالها معاذ خلاص يا بس قام محمد تعال شوف كم واحد مسدح هنا شاف